تغيرات غريبة يشهدها سوق العمل في الصين. فالمنطق يقول إن الموظفين يلجؤون للوظائف ذات الدخل الأكثر، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد يهم فئة كبيرة من الصينيين. بحسب CNN، فإن موظفين في شركات كبرى تركوا أشغالهم واستبدلوها بأعمال يدوية مثل تنظيف المنازل والعناية بالحيوانات. طبعاً هناك عدة عوامل لتفشي هذه الظاهرة، لربما أهمها ساعات العمل الطويلة. فالصينيون بدأوا ينتفضون ضد ثقافة العمل 996 التي تعني العمل من 9 صباحاً ل9 مساءً ل6 أيام في الأسبوع. وعلى فكرة التخلي عن هذه الدوامات الطويلة كان له أثار إيجابية على هؤلاء الأشخاص، من بينها راحة البال وضغط نفسي أقل وفقاً لشهاداتهم. وكشف استطلاع صيني أن الطلبة على الوظائف اليدوية مثل عمال توصيل الطعام وسائقي الشاحنات والنوادل في المطاعم ارتفع بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأنتم ما رأيكم؟ هل قد تنتشر هذه الظاهرة أكثر فأكثر بين الموظفين عالمياً؟